بسم الله. دلوقتي بعد ما عملت الموديل عايز ابدا احط في شيت المسقط الافقي والمسقط الراسي والمسقط الجانبي وال3 دي والايزومتريك. فعشان اعمل الموضوع دوت هاجي هنا من فايل، هلاقي عندي نيو دروينج فروم ديزاين، بيقول لي عايز الفول اسمبلي الموديل كله ولا عايز اجزاء منه كومبوننت. اقدر احدد اكتر من كومبوننت بالشكل دوت. انا اقول له فول اسمبلي. طيب الدروينج عايز في درونج موجود ولا عايز كريت نيو؟ لا انا لسه اول مره كريت نيو. التمبليت عايز من الصفر فروم سكراتش ولا براوس وفي تمبليت موجود؟ اقول له لا فروم سكراتش. الايزو ولا الاي اس ام اي؟ اشتغل بان ستاندرد. اليونت بتاعتك هل هي بالانش ولا بالمليمتر؟ الشيت سايز هل اشتغل بالاي 4 اللي هو بتاع الطباعه العاديه ولا بالماس اي 3 ولا اي 2 ولا اي 1 ولا اي 0؟ اقول له اوكي. هيبدا يفتح لي نافذه جديده مرتبطه بالمشروع الاصلي، بحيث ان اي تعديل هعمله هنا هيأثر في المشروع وهيظهر معايا برده هنا في قلب الشيت دوت. الاحظ ان هو بدا يجيب لي الحاجات الخاصه بالشيت، اهو الشيت بدا يظهر معايا. هو بدا يجيب لي اللي هي البيس فيو. في بيس فيو لو انا عايز احط اي فيو جديد بيقول لي انت عايز تحط اني اتجاه، من التوب ولا الفرونت ولا الرايت ولا الهوم ولا ال 3 دي ولا الايسومتريك، وهتحط بان ستايل الفيجوال ايدج ولا شيدد وبان سكيل. اقول له ماشي خد لي الفرونت واقول له اوكي. بعد كده اقول له انا عايز بروجكتد فيو وابدا اختار الفيو دوت على اساس تجيب لي بقيه المساقط اهو بالشكل دوت، وبرده افق براسي. ولو انا عايز حاجه ثلاثيه الابعاد هاجي احطها هنا وادوس انتر عشان اخرج من الامر دوت. وكل واحد من دول تقدر تدخل وتعدل خصائص بحيث يجيب لك فيو تاني. طيب لو انا عايز اعدل في الانفورميشن بتاعت الشيت، يعني اعدل الاسامي بتاعت المشروع واسم اليوزر والتاريخ واحط صوره والحاجات دي كلها، بكل بساطه هاجي على التايتل شيت وادوس عليها مرتين. فهيفتح لي تايتل بلوك ويقول لي ايه هو الديبارتمنت، انت شغال في انهي ديبارتمنت، تمام، والكريت باي مين العمل، الابروفد باي، الديت اوف اشيو، الشيت لو انت عايز تحط صوره. تمام هقول له اوكي. طيب انا دلوقتي ممكن اقول له انا عايز سيكشن فيو. سيكشن فيو احدد المكان اللي انا عايز اخد فيه سيكشن واحدد اتجاه السيكشن اهو من هنا لهنا مثلا، تمام، واروح بس انتر. والستايل بتاع السيكشن والسكيل بتاعه وابدا احطه في المكان اللي انا عايزه اهو، ده سيكشن فيو. تمام اقول له اوكي. تمام طيب بعد ما عملت سيكشن فيو ممكن اكون عايز اعمل ديتيل فيو. ديتيل فيو يعني في جزء صغير هبدا اكبر السكيل بتاعه بحيث احط تفاصيل اكتر. يعني مثلا الجزء ده مثلا عايز اكتب عليه شويه تفاصيل، فاقول له انا عايز اعمل ديتيل فيو. احدد يعني المكان اللي انا عايز اعمل ديتيل فيو وابدا احدد النقطه بتاعتي. الجزء ده هسحب بالشكل دوت، تمام، وهبدا احط الديتيل فيو بتاعي في المكان اللي انا عايزه مثلا في الجزء دوت. كده تقدر تكتب تكست ودايمنشن زي ما انت عايز في الجزء الصغير دوت. تمام لو انت عايز تعمل طيب موف او ديليت اقول له موف واختار الفيو اللي انا عايزه واقول له ترانسفورم من النقطه دي للنقطه دي، وديليت تحدد الحاجه اللي انت عايزها تقول له ديليت. طيب انا عندي حاجه اسمها سنتر لاين. ايه بقى السنتر لاين دوت؟ يعني انا بيبقى عندي خطين، تمام، وابدا احط خط متوسط بينهم. يعني خلينا نختار مثلا الفيو دوت، اقول له سنتر لاين واروح مختار الخط دوت واختار الخط دوت، تمام، هو رسم لي خط في النص بينهم. طيب والسنتر مارك بيبقى عندي اي دائره او عندي اي ارك، مجرد ان انا اختارها هو بيحدد لي السنتر لاين بتاعتها، تمام. الدايمنشن عندك كل انواع الدايمنشن اللي انت ممكن تحتاجها، بتختار اي عنصرين اهو او تختار اي خط هو بيروح يرسمه لك على طول، او ممكن تختار من نقطه لنقطه هو يرسم لك الدايمنشن في المكان الفلاني في المكان دوت. التكست هتكتب اي تكست انت عايزه،
سواء عايز تكست عادي او تكست بليدر بمشاورات. سيمبل هتبدأ تشوف اي رمز انت عايزه، وعليكم مثلا الرمز دوت، هتحدد وتسحب وتكتب بقى، هو مديك ان انت بعد كده تكتب اي تفصيل انت عايزها، انتر. تمام، تكتب التوب نوت والبوتوم نوت وتختار اي شكل او اي رمز انت عايزه هيحطه على الكوب. اوكي تمام، هنا هحط مثلا اختار البارت ليست، هيبدأ يجيب لي معلومات عن كل البارتات، هحطه هنا وابدأ بعد كده اعمل موف، انقل اصغر الجدول زي ما انا عايز، المشاورات لو انت عايز اي مشاوره، يعني هو بيديني فعلا الادوات اللي انا محتاجها في حاجه زي كده. تمام، طيب بعد كده اوت بوت لو انت عايز تصدره بي دي اف او دي دبليو جي او اوت بوت درونج تمبليت، تستخدمه تمبليت في اي مشروع بعد كده. هنشوف مع بعض ازاي نتعامل مع ملفات الفيوجن 360 وازاي نتبادل معلومات مع الاوتوكاد ومع الريفت. اول حاجه لو انا دلوقتي عايز اشتغل اوفلاين، يعني دلوقتي انا عايز ابدا ارسم واشتغل بس اوفلاين، ممكن يكون عندي مشكله مثلا في النت او انا عايز اخد راحتي، تمام، فاجي هنا من اسم اليوزر واقول له ورك اوفلاين. تمام كده انت شغال اوفلاين. تمام، حتى هنا هتلاقي حول لي هنا اوفلاين مود، فانت مبقاش شايف المشروع اللي انت كنت شغال عليه. هاجي هنا اقول له شيل العلامه من هنا، خلاص يبقى انت كده هتشتغل اونلاين وهتبدا تظهر المشاريع اللي انت كنت شغال عليها. تمام، طيب كان في مشكله زي ما انت شايف اهوت. طيب دلوقتي كان في مشكله، الناس عندها مشكله في الزوم، فانت تيجي بريفرنس لما كان بيحرك البكره بتاعت الماوس بتحرك عكس ما احنا متعودين في الاوتوكاد والريفيت، فانت تيجي هنا من جنرال هتعلم على ريفرس زوم دايركشن، كده تبقى الزوم زي ما انت متعود عليها، فهتحس بالالفه مع البرنامج، مش هتحس ان هو حاجه غريبه عليك ولا حاجه. تمام، طيب دلوقتي لو انا عايز سايف الملف ده اونلاين على الشبكه على السيرفر بتاع اوتوديسك، هقول له هنا سيف، فهيقول لي عايز سايفه باسم ايه وعايز سايفه في اني بروجكت. البروجكت ممكن يبقى محتوى على ملفات كتير قوي، ولما بخلص بضمهم كلهم في ملف واحد. تمام، طيب اضمهم ازاي؟ اول حاجه خلينا سايف الملف دوت، هقول له سيف ام او اي زد سيف. تمام، طيب عايز احط الملف دوت في قلب الملف اللي انا فاتحه دلوقتي، هاجي هنا واروح داس رايت كليك واقول له انسرت انتو كارنت ديزاين، حط الملف اللي انا داس عليه رايت كليك في قلب الملف اللي هو مفتوح دلوقتي، وبعد كده تقدر تعمل له سكيل وروتيت وموف زي ما انت عايز، تقدر تعمل عليه اي عمليات تعديل. تمام اهو، تقدر تعمل موف روتيت كل العمليات اللي انت تحلم بيها، سكيل زي ما انت عايز، وتقدر تتحرك زي ما انت عايز. تمام، لما تخلص انتر خلاص بقى الملف موجود معاك. تمام، طيب لو انا عايز اسيف الشغل ده على الجهاز عندي، هاجي هنا اقول له اكسبورت، هلاقي ان هو بيقول لي عايز الاسم ايه والتايب اي جي اس اس اي تي اس ام تي اس تي اي بي. تمام، الاس اي تي ميزته ان هو بيتكامل مع الريفت وبيتكامل مع الانفنتور وبيتكامل مع الاوتوكاد، فده الامتداد المفضل ليا ان انا اسيفه بحيث ان انا اقدر احطه في اي مشروع انا عايزه. تمام، طيب يعني ممكن تعمل الفاميلي هنا وتسيف هناك، ممكن تسيف برضو في كلاود في مشروع تاني. تمام، وممكن تسيف على الكمبيوتر. طيب لو انا دلوقتي هفترض ان انا على جهاز فيه انترنت بس ما فيهوش الفيوجن 360 اصلا، يعني البرنامج نفسه مش متسطب، وعايز احمل الملف من كلاود لللوكال عندي بحيث ابدا اشتغل عليه او ابعته لحد صديق ليا. تمام، فهدخل هنا على الموقع myhub.autodesk360، ايوه الملف فيهم، هتلاقي هنا اكسبورت، فتقدر تصدر زي ما انت شايف لفيوجن 360 ارشيف لانفنتور لاي جي اس اس اي تي اس ام تي اس تي بي دي دبليو جي دي اكس اف، الامتدادين دول بتوع الاوتوكاد. دي اكس اف ده امتداد مشترك بين البرامج، تمام، بين برامج الكاد، دي دبليو جي اللي هو خاص بالاوتوكاد، في برامج كتيره برضو بتشتغل عليه، اس تي ال اف بي اكس سكتش اب اوبجكت. دلوقتي لو الريفت، لو انت بتشتغل بالريفت بيبقى الاوبجكت وبيبقى السكتش اب وبيبقى الاف بي اكس وبيبقى الاس تي ال وبيبقى الدي اكس اف وبيبقى الدبليو جي وبيبقى الاس اي تي، تقريبا بيبقى اغلب الامتداد زي ما انت شايف. تمام، ممكن تيجي هنا في شير وتشاير الملف دوت بحيث ان اي حد من اصحابك يقدر يشوفه،
تمام، وهل عايز يقدر يعمله داونلود ولا لا، ولا هل لازم يبقى فيه باسورد، ولا عايز تبعته ايميل، ولا عايز امبيدد يعني تقدر تحطه في قلب صفحة انترنت من اللي هي بتستخدم لغة ال HTML وال ASP وال PHP. تمام. طيب ايه اللي احنا ممكن برضو نعوز نعمله تاني في السكتش اب، قصدي فيوجن 360؟ تمام، ممكن اقول له شير وشاير الحاجات دي بابليك لينك، او احطه في الفيوجن 360 جاليري. شفنا الجاليري دلوقتي بيقول لي سيف عشان ترفع الحاجات دي على الجاليري. تمام، تقدر بعد كده تحط الجاليري لو انت عملت شغل كويس وعايز تعرضه على الناس كده وتتفشخر بيهم، فبتقول له نيو بروجكت. تمام، وتبدا تشوف ايه الصور اللي انت عايز تحطها بحيث ان الناس لو عجبتهم الصوره هتسميه ايه، البروجكت ديسكريبشن هيتحط في انهي تخصص، الكاتيجوري، التاج بحيث لو حد عايز يدور عليه. تمام، طيب للبيانات دي تقول له بابلش، يبقى كده هو هيبقى موجود في الجاليري. تمام، الجاليري ده بيبقى مكتبه محطوطه للناس كلها، انما لما احنا كنا بنعمل سيف ونسيف على ال A360 ده بيبقى بيني وبين الجروب او بيني وبين زمايل الشغل. تمام، مش بيبقى معروض للناس كلها. تمام، طيب دلوقتي بقى هنشوف ازاي ابدا اشتغل مع رفت. احنا قلنا احنا ممكن نيجي هنا ونقول له سيف از، واختار امتداد، اقصد اكسبورت، واختار الامتداد اللي هو SAT، واقول له هنا سيف تو ماي كمبيوتر. تمام، هفتح الريفت، لا اما بروجكت لا اما فاميلي، ويفضل فاميلي على اساس ابقى متمكن من الحاجه اللي هتنزل وابدا احركها براحتي. تمام، حتى لما كنا بندخل اوتوكاد كنا بنقول انا احطها في فاميلي وبعد كده انزلها في المشروع بحيث يبقى سهل ان انا الاقيها، او ان انا اتحكم مثلا في لو هي مثلا فرنتشر اطفي الفرنتشر كله مره واحده او اشغله مره واحده. خلينا اقول له امبورت كاد من انسرت، اختار الملف اللي انا مسافه SAT، هاجي هنا اقول له بدل ما هو كان الافتراضي بتاع DWG هقول له SAT، وهتلاقي هنا سكتش اب لو انت عايز تدخل حاجه سكتش اب او DGN. تمام، هقول له سيت واقول له ايه اوبن. تمام، خلينا ندخل، ادي هو الملف اللي احنا كنا لسه مدخلينه اهو، iCatable.lamp V1. تمام، دلوقتي لو انا عندي الفاميلي ديت عايز ابدا احطها في المشروع بتاعي في فيوجن 360. تمام، خلينا نختار فاميلي، وهاجي هنا هقول له اكسبورت. هتلاقي عندي امتدادات كتير هو بيقبلها زي الكاد والدي دبليو اكس والاف بي اكس و دلوقتي لو انا عايز ابدا ادخل فاميلي جوه البرنامج فيوجن 360 خلينا نختار فاميلي. هقول له دلوقتي انا عايز اسيف الفاميلي ديت اكسبورت كاد او اف بي اكس او دي اكس اف او دي جي ان او اس اي تي. تعال نسيف اس اي تي. واقول له نيكست، واختار المكان اللي انا عايز سيف فيه وهقول له اوكي. هاجي بقى في الفيوجن، تمام، هاجي هنا اقول له ابلود. تمام، واقول له سيلكت فايل. هتلاقي من ضمن الملفات الريفت موجود، الار اف اي هو بشايفه، والاس اي تي، وال كل الامتدادات موجوده. خلاص انا هختار الفام اللي احنا لسه مدخلينها دلوقتي اللي هي امتداد اس اي تي. تمام، وهتلاقي كل الامتدادات سكتش اب، هتلاقي عندك STB STL زي ما انت عايز. تمام، هقول له اوبن، هيبدا يعمل لها ابلود. تمام، اول ما تعمل لها ابلود تقدر تدخلها جوه المشروع دوت تشتغل عليها. وممكن تصدر من الريفت حاجة تكون مثلا دي دبليو جي او دي اكس اف. هقول له هنا كلوز. تمام، الملف اهوت، هقول له انسرت انتو كارنت ديزاين، وتقدر تفتحه وتعدل فيه زي ما انت عايز. تمام، اهو الملف هو موجود، تقدر تعمل له روتيت موف زي ما انت عايز. تمام،
طيب ممكن اجي هنا اقول له انسرت واقول له انسرت مش او انسرت اس في جي او دي اكس اف تمام وتدخل الملف اللي هناك دي اكس اف زي ما انت عارف الريفت بيصدر دي اكس اف. دلوقتي عايزين نشوف تكامل الفيوجن 360 مع برنامج الاوتوكاد. دلوقتي انا اقدر اعمل اكسبورت من هنا لامتدادات كتيره جدا زي الاس اي تي مثلا، ده امتداد بيقبل الاوتوكاد بكل سهوله تمام. هقول له سيف لي المشروع دوت في الامتداد دوت تمام. هاجي بقى بعد كده في الاوتوكاد هقول له امبورت تمام. هاجي هنا اقول له اختار لي الملف اللي هو الاس اي تي اللي احنا لسه مسيفينه واقول له اوبن اهو موجود اهوت تمام. هقول له وريه لي في الثري دي اهو ده الملف اللي احنا لسه عاملين له اكسبورت. طيب لو العكس بقى، لو انا عندي الملف دوت وعايز اصدره للفيوجن 360، الفكره ان في امتدادات كتيره مشتركه بينهم مش لازم الاس اي تي، في امتدادات كتيره جدا مشتركه بينهم تمام، زائد ان هو اصلا بيقبل دي دبليو جي وبيقبل دي اكس اف تمام. يعني لو جيت برضو هنا هنشوف مع بعض دلوقتي هتلاقي ان هو بيقبل دي دبليو جي باكتر من طريقه. طيب هاجي هنا اقول له ممكن اقول له سيف از تمام وسيفه دي اكس اف تمام، هتلاقي دي اكس اف هو بيقبل دي اكس اف تمام. طيب ممكن اجي هنا اقول له اكسبورت تمام، ممكن تختار امر امبورت من هنا، هتختار امر امبورت وتقول له اذر فورمات اكسبورت وهتقول له لا اما دي جي ان او اف بي اكس او اذر فورمات وتختار الاس اي تي تمام اهو اس اي تي. هتلاقي عندك مثلا اف بي اكس هو بيقبله الاس اي تي اهوت تمام. طيب هقول له ايه اسميه مثلا اتنات واقول له سيف، بيقول لي اختار العناصر اللي انت عايز تعملها اكسبورت خلاص كده هو عملها اكسبورت. طيب ارجع بقى لبرنامج الفيوجن هلاقي ان انا ممكن ارفع الملف ده لوحده واقول له ابلود واقول له سيلكت فايل واروح مختار الملف دوت واضمه للمشروع بتاعي تمام. ولو هو دي اكس اف، لو هو دي اكس اف ممكن اجي هنا انسرت دي اكس اف، هنا هيقول لي اختار البلان فاختار البلان اللي انا عايز اشتغل عليه وليكن مثلا دوت تمام، وهقول له بعد كده سيلكت دي اكس اف فايل تمام. تختار اي ملف انت عايزه هيدخل معاك الملف في قلب الشغل ويبقى جزء من المشروع الفيوجن 360.